استاذ توفيق. ايوه او سامح او ايوه او يعني اللي يعجبك اكتر يا دكتور. طيب نمشيها توفيق زي ما تحب. طب اتفضل. شكرا. كل سنه وفريده طيب. وحضرتك طيب. شكرا. طبعا يا دكتور انا مش عايز اخد من وقتك كتير، عارف ان انت عايزني اخلص كلامي بسرعه عشان تلحق عيد الميلاد. لا خالص ما تقلقش، هو في حد يروح لدكتور نفسي الدكتور يقول له اتكلم بسرعه؟ ارجوك خد راحتك. ما هو انا مش جاي لك مريض نفسي يا دكتور. ما انكرش طبعا ان ممكن يكون عندي مشاكل نفسيه كتير جدا زي كل الناس، بس على الاقل انا مش جاي لك عشان حاجه تخصني. ما تخص مين؟ تخصك انت يا دكتور. تخصني انا؟ ازاي؟ هقول لك.